السلام عليكم ورحمة الله لماذا تناهض الإمارات العربية المتحدة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد رب منصور هادي لماذا تدعم المتطرفين في عدن وتعز حضر موت ضد فصائل الشرعية الأخرى لماذا تسعى إلى فصل جنوب اليمن عن شماله لماذا تنهب جزيرة سقطرة وتجنس أبنائها كما تقول المعلومات لماذا تسعى إلى إعادة إنتاج نظام علي عبد الله صالح كما تقول التسريبات والشواهد لماذا أنفقت عشرات المليارات لوأد ثورات الربيع العربي لماذا تشن حربا شرسة على حزب الإصلاح في اليمن وجماعة الإخوان المسلمين في العالم لماذا تناصب العداء النظام الديمقراطي الناجح في تركيا. ما الأجندة التي تدفع النظام الإماراتي لفعل كل هذا؟ ما المكاسب التي ستحققها الإمارات من زرع كل هذه الكراهية لسياساتها في الوطن العربي؟ هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابات وهذا ما سنحاوله في هذه الحلقة، كونوا معنا. لغز الامارات العربية المتحدة يحتاج الى حل. بالفعل. لقد اصبح النظام الحاكم في الامارات لغزا غير مفهوم لدى الغالبية من ابناء الوطن العربي. ما الذي يدفع دولة ذات شعب محدود وتاريخ محدود وعداوات محدودة ايضا وتجربة ناجحة في التنمية والبناء، ما الذي يدفع دولة مثل هذه؟ إلى أن تصبح دولة ذات ممارسات عسكرية وأمنية و... وسياسة توسعية على الطريقة الإمبراطورية كيف تحولت دولة زايد بن سلطان الوديعة المسالمة إلى دولة عدوانية تزهق أحلام الشعوب العربية ونضالاتها في سبيل التحرر من الاستبداد والتخلف ما الأجندة التي تحملها هذه الدولة أو هذا النظام بالأصح في الإمارات خلال العقد الأخير شكل سلوك النظام الإماراتي صدمة لكثير من العرب خصوصا في موقف من ثورات الربيع العربي وإنفاقه الضخم على الثورات المضادة لها مليارات حوالي خمسين مليار فقط للانقلاب على الشرعية في مصر وسعي حثيث لإعادة إنتاج الأنظمة العسكرية الاستبدادية التي حكمت المنطقة مصدومين العرب من هذا من هذا السلوك الاماراتي، وحيثيات الصدمه يعني هي ان النظام الحاكم في الامارات لم يعرف بكونه صاحب ايديولوجيا قوميه او ايديولوجيا مذهبيه، حتى يفكر في تصديرها كما فعلت الناصريه مثلا او كما يفعل النظام الايراني. هذه انظمه ايديولوجيه. النظام الاماراتي ليس كذلك. مقدرات الدوله الاماراتيه غير الماليه لا تسمح ولا تشجع على بناء احلام امبراطوريه وتاريخ هذه الدوله ايضا لا يسمح لهذه الاحلام هذا فوق ان الامارات كانت تحظى بكثير من التقدير في الاوساط الشعبيه العربيه لعدم وجود ما يسيء الى سمعتها في السياسه الخارجيه طوال فتره زايد بن سلطان وحتى الفتره التي اعقبت زايد بن سلطان يعني فترة ما قبل 2001 تقريبا كان الى ذلك الوقت النظام الاماراتي يتمتع بكثير من الحب في الـ في, في الاوساط العربية اذا ما الذي غير الحال لتص... ليصبح النظام بهذه العدوانية لماذا ينفق نظام الامارات كل هذه المليارات في قهر شعوب المنطقة واذلالها وابقائها في دائرة القهر والتخلف يعني أمم مرهقة كالأمة اليمنيه أو الأمة المصرية أرادت هذه الأمم الخروج من ظلمات الحكم العسكري إلى نور الحياة الديمقراطية ودفعت أثمان باهظة من دماء شبابها من من أموالها من أوقاتها من راحة بالها لكي تخرج من دائرة العجز التي وضعها فيها العسكر فلماذا يقف نظام الامارات امام حق هذه الشعوب في التحرر؟ ما الذي سيخسره نظام الامارات لو ربحت هذه الشعوب؟ هل يحاول نظام الامارات حمايه مصالح دوله مثلا؟ هل هذا هو المبرر؟ طيب ما هي هذه المصالح؟ ما هي هذه المصالح التي ستتضرر لو تحررت شعوب المنطقه العربيه من حكم العسكر؟ ما طبيعه هذه المصالح التي تجعل نظام الامارات يتدخل عسكريا وماليا وسياسيا يعني على مساحه يعني على مساحه قارتين اكبر قارتين في الكره الارضيه اسيا وافريقيا بيتحرك من اقصى هذه القارات الى اقصاها ما طبيعه هذه المصالح التي تدفع لنشر قوات في افغانستان او تدفع للتدخل في مالي بوسط أفريقيا أو التدخل في النيجر لتحرير رهائن فرنسيين أو معاداة النظام الديمقراطي في تركيا أو السعي لتدمير حركة المقاومة الفلسطينية في غزة أو محاولة فصل جنوب اليمن عن عن لحمته اليمنية إذا كانت هذه المصالح مشروعة إذا كانت هذه في مصالح للإمارات وراء هذا الشغل كله. إذا كانت هذه المصالح مشروعة فلماذا لا يعلن عنها نظام الإمارات؟ وإذا كانت غير مشروعة فلماذا لا نحاول معرفتها؟ بالنسبة لنا نحن الشباب العربي الطامح للتغيير كانت الإمارات في العقود الاخيره وخصوصا اماره دبي هي احدى النماذج الانمائيه الناجحه التي نفاخر بها كعرب كنا نقول ها هو ذا النموذج الحي على قدره الانسان العربي في تحقيق التنميه والنمو، احنا قادرين على ان نصنع المعجزات وهذا نموذج من على قدرتنا نموذج للتفكير العربي الجيد في البناء والتنميه ولم نكن نشعر تجاه الامارات شعبا ودولة الا بالود والتقدير. ولهذا كانت صدمتنا كبيرة عندما وجدنا ان هذه الدولة الدولة النموذج قد تحولت الى عدو مبين لطموحاتنا المشروعة في في التغيير والحياة الكريمة. كانت صدمة. صحيح اننا نحن اليمنيين كنا نهان بصورة خاصة يعني في مطارات دبي خلال العقدين الاخيرين. بعد وفاة زيد بن سلطان إلا أننا كنا نحمل مسؤولية هذه الإهانة على نظام على نظامنا السياسي في اليمن نظام المخلوع صالح الذي مرغ كرامتنا الوطنية في التراب كنا نقول هو المسؤول عن كرامتنا في الخارج لأن كرامة المواطن في في الخارج من كرامة دولته إذا كانت دولة محترمة ولها مقام أكيد مواطنها له مكان في الخارج وكانت دولتنا في عهد المخلوع بلا كرامة ولذلك كرامتنا كانت بلا كرامة وكنا نلتمس العذر للأخوة في دولة الإمارات ونقول سيأتي اليوم الذي يكرمنا الله بنظام سياسي محترم يرفع الرأس كما كنا مثل أيام الشهيد الحمدي على الأقل يعني وعندما واتتنا الفرصة في 2011 واتتنا الفرصة لذلك لإيجاد هذا النظام المحترم اللي يرفع رأسنا فجأة وجدنا نظام الامارات هو اول من يحاول احباط محاولتنا بطريقه صادمه. ما الذي فعلنا نحن اليمنيين لكي نعاقب من قبل النظام الاماراتي؟ لماذا يحرص هذا النظام على بقاء نظام علي عبد الله صالح؟ الفاسد المنحل. وبدأنا البحث عن سبب وجيه فلم نجد امامنا سوى عامل المصلحة يمكن مصلحة الإمارات تقتضي ذلك أحيانا السياسة تكون هكذا وبعملية تحليلية بسيطة وجدنا أن نجاح ثورتنا في اليمن كان سيؤدي إلى الحاك الضرر ببعض المصالح الإماراتية لأن نجاح الثورة في اليمن يعني أن يخرج اليمنيون من محراس الكات اللي وضعهم في علي عبد الله صالح إلى فضاء التنمية أن يتحول من عدن من حاوية يعني حاوية بضائع تابعة لشركة دبي إلى ميناء دولي ميناء دولي كبير يدر علينا دخل يوظف لنا أيدي عاملة يدر على الخزينة العامة أموال تساهم في التنمية لكن يبدو أن هذا كان بيهدد مكانة دبي ويسرق امتيازاتها وكان المخلوع صالح قد ضمن للإمارات تعطيل ميناء عدن في مقابل ملايين من الدولارات يستلمها لجيبه الخاص كما يقول البعض ولذلك راضي عن علي صالح رضا كامل الرجل باع مصالح البلد لمصلحته الشخصية هذا بيخدم بيخدم النظام الإماراتي ما بيخدم بلده وهم حريصين على بقاء داخل البلد حريصين على بقاء في السلطة سلطة في اليمن يعني لكن أيضا بقى لغز الامارات من غير حل اذا كانت تتدخل في اليمن لحمايه دبي فلماذا تتدخل في مصر وليبيا وتونس وفلسطين وافغانستان ومالي والنيجر وتركيا ناقص صله سيبيريا يعني وقريب يعني ربما يجيبوا يسحبوا جبل من هناك من سيبيريا على ما بنسمع في الاخبار ويمكن تحصل مشاكل بعدين مع السيبيريين ما ما الذي يحدث أي مصالح للإمارات في هذه البلدان يا ترى وهذا هو السؤال نفسه الذي يعني جاء على لسان الدكتور عبد الله النفيسي بطريقة تهكمية واضحة دعونا نشاهد عبد الله النفيسي وهو يتساءل مثلنا يعني ذاك اليوم كان طالع التلفزيون توقف طيارة ويحدد منها عبد الله بن زايد اللي هو وزير خارجيه الامارات لابس بدله كشخه ونزل من الطياره ويقول الصحفيين سموك كيف كانت رحلتك؟ قال كان والله انا كنت رحلتي في رايح افغانستان شو تسوي في افغانستان؟ قال اطمئن على قواتي في افغانستان والله العلي العظيم يا جماعه يعني يعني متصور نفسه رمز فيلد يعني كيف؟ دون رامسفيلد لما يقول قواتي والله يا اخي قواتك امريكا يعني من قدك صح ولا لا؟ بس عبد الله بن زايد ال... العيال كبرت صحيح <applause> نحن بالفعل جادون في محاوله فهم الدوافع والاسباب التي تحرك النظام الاماراتي في هذه المغامرات المغامرات الخطره على مستقبله وعلى مستقبل الامارات كلها وربما على مستقبل النظام الاقليمي. ونشعر بالاسى والاسف من جنوح التجربه الاماراتيه من مسار التنميه اللي كانت ناجحه فيه الى مسار العسكره، الامارات دوله تصلح للتنميه فقط ولا تصلح للطموحات الامبراطوريه. لا مقدراتها غير الماليه ولا تاريخها ولا ولا اي شيء يمكن ان يسمح لها بصناعه امبراطوريه واسعه. المال لا يكفي المال لا يكفي لطموحات امبراطوريه لان هذا المسار الاخير اثبت فشل في المنطقه خلال ال عام الماضيه ولا شك ان حكام الامارات يدركون جيدا مخاطر هذا السلوك المعادي لطموحات الشعوب على مصالح الامارات خاصه وان النظام الاماراتي لم يقدم ذرائع اخلاقيه وسياسيه كافيه لتبرير سلوكه السلوك المعادي لهذه الشعوب سوى ذريعة محاربة الإرهاب وأي ممارسة سياسية من هذا النوع إذا لم يكن لديها غطاء إذا لم يكن لها غطاء أخلاقي مقبول لابد أن ترتد على أصحابها في شكل كوارث ولو بعد حين عقد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عقود رب يعني هذا ما يزرعه الإماراتيون اليوم سيحصدونه بعد بعد حين وذريعة محاربة الإرهاب ليست مقنعة للنخب العربية على الأقل. إرهاب إيه؟ من أنت حتى تحارب الإرهاب بهذه الطريقة الدونكيخوتية على طريقة دونكيخوت؟ هذا دونكيخوت شخصية يعني كاريكاتورية لكاتب إسباني شخص كان يقرأ في قصص البطولات وشعر انه بحاجه الى ان يكون فارس مثل هؤلاء الفرسان الموجودين في القصص فاخذ الحمار وخرج يعني على اعتبار ان الحمار هذا حصان وراح يحارب الرعيان في الشوارع والغابات ويحارب طواحين الهواء لكن هو متخيل انه انه فارس عظيم وما علاقه ثورات الربيع العربي بمحاربه الارهاب؟ وانت تعلم ان الشعوب بكل فئاتها ومستوياتها هي التي خرجت في هذه الثورات، ثورات الربيع العربي. ما الاخوان وحدهم فقط. هذه الثورات كان فيها العلماني والاسلامي والمسيحي والملحد المعتدل والمتطرف والمفرط. هذا عذر الاسلاميين غير مقبول. النخبه يعني فاهمه الكلام هذا. واهم من ذلك انها كانت ثورات النخبه العربيه. يعني انت وضعت نفسك في مواجهه النخبه العربيه وبعدين ما شان تقسيم اليمن بالارهاب انت بتحارب الارهاب طيب ليش راح تقسم البلد وتنهب ثرواتها ومقدراتها الطبيعيه وكيف تكون حربك للارهاب وانت تدعم فصائل متطرفه في عدن وتعز وغيرها ثم من قال لك ان ان طريقتك هذه في في محاربه الارهاب الطريقه الصحيحه اليس من المنطقي ان حربك على طموحات الشباب العربي قد تزيد نسبه الاحباط فيهم وتدفعهم الى طريق التطرف اكثر واكثر الم يكن من الاولى ان تنفق كل هذه المليارات في مشاريع تخدم التنميه العربيه وتمتص سخط الشباب العربي على الانظمه اين اين المشاريع مشاريع التثقيف العربي التي تقودها الامارات، يعني احنا شفنا الكويت رضي الله عنها كيف انها اسهمت في نهضه العقل العربي طوال السنوات بالمطبوعات والترجمات وغيره وغيره من الفعاليات وشفنا دوله قطر واسهاماتها من خلال فضائياتها ومن خلال اشياء كثيره أين إسهاماتك أنت؟ أين إسهاماتك بهذه أنت لديك ثروة ولديك يعني مقدرات رهيبة لم لا توظفها في خلق وعي عربي جديد ناضج؟ ذريعة محاربة الإرهاب ليست مقنعة فلا النخب العربية التي خرجت في ربيع العرب نخب إرهابية ولا جماعة الإخوان التي تشيطنها الإمارات جماعة إرهابية ولا حزب الاصلاح الذي تحاربه الامارات في اليمن ارهابي ولا الامارات تستطيع ان تقنع احد بهذا بهذه المبررات اعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد. اذا نحن بحاجه لمقوله تفسيريه اخرى غير مقوله محاربه الارهاب لتفسير السلوك الاماراتي في اليمن والوطن العربي. ولن نفتش طويلا عن هذه المقوله لان يعني بعض الصحف والكتاب قد اشاروا اليها. يعني منها هذا العنوان البارز في موقع عربي 21 الذي يقول: هل تسعى الامارات لإزاحة السعودية عن قيادة الخليج والمنطقة؟ عنوان له دلالة فاقعة الكاتب يقول إن صحفا غربية قد باتت تتحدث عن ملامح التنافس والصعود الذي تواصله دولة الإمارات على حساب جارتها الكبرى السعودية وبعضهم وصف هذه الدولة الخليجية بإسبارطة الصغيرة إسبارطة هذه كانت مدينة صغيرة حاولت تتوسع بطريقة يعني أكبر من حجمها وهو طبعا هذا تعبير لم يأتي من الصحف لم تأتي به من فراغ هذا التعبير اكتبسته من تصريح لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي استشهد بالتاريخ تاريخ سبارتا التاريخ, التاريخ الإغريقي للحديث عن الانتشار الأمني لدولة الإمارات طبعا من الصعب من الصعب التقاط مواقف سعوديه الرسميه تكشف عن هذه الحقيقه، حقيقه الصراع والتنافس الخفي بين الدولتين. لكن لا شك ان النظام الحاكم في السعوديه يدرك هذه الطموحات الطموحات الاماراتيه يعني اكثر من غيره هو المعني. اذا كان مغردون سعوديون قد ادركوها وكتاب سعوديون فكيف بالمسؤولين؟ كتب قبل فتره او قبل ايام بعضهم ما معناه أن زيارة محمد بن زايد لأمريكا الزيارة الأخيرة هذه اللي جاءت قبل يومين أو آه زيارة لأمريكا قبل أيام من من قمة ترامب المجيء ترامب إلى الرياض هي بمثابة ضربة استباقية لقمم الرياض هكذا قال السعوديون قالوا هذه الزيارة هدفها هو كان المفروض خلص يعني ترامب جاي للمنطقة وصل يعني اليوم وصل طيب ما الداعي لان يذهب محمد بن زايد الى امريكا لمقابله ترامب اذا كان سيقابل بعد يومين في في السعوديه قالوا هذه زياره استباقيه لهدف ضرب القمم التي سيعقدها ترامب في في السعوديه محاوله لافشال ما رتبته السعوديه الى حد ما حسب راي هؤلاء المغردين وكتب سعودي اخر هو الدكتور سرحان العتيبي في تغريده له على هذه الزياره قال على زياره محمد بن زايد: ليس من الكياسه والحكمه والاخلاق الدبلوماسيه ان يطير زعيم عربي لمقابله ترامب قبل ايام معدوده من انعقاد مؤتمر امريكا والعالم العربي والاسلامي طبعا. فاذا كان المواطنون العاديون قد باتوا يدركون طموح الامارات على حساب بلدهم فكيف بالمسؤولين؟ لكن لا يمكننا أن نتكهن الآن عما يجول في أذهان المسؤولين السعوديين وليس مهما أن نعرف المهم الآن أن نعرف إلى أين ستقودنا الإمارات أو النظام الإماراتي بطموحاته الغريبة هذه سلوكه العدواني تجاه شعوب المنطقة إلى أين سيقودنا بل إن هذا السلوك بات يهدد دول المنطقة يعني نفسها وليس شعوب المنطقة وحدها اضعاف المملكه السعوديه في ظل توحش ايران لن يؤدي الا الى خدمه ايران دون شك لان الامارات بكل مقدراتها لا تستطيع ان تشغل الفراغ الذي ستتركه السعوديه في النظام العربي المهدد بالزوال. يعني احنا امام مخاطر كبيره جدا واللعب من هذا النوع لا يخدم لا شعوب المنطقه ولا يخدم الامارات ولا يخدم دول المنطقه، المستفيد الوحيد في النهايه هي ايران. وطبعا شركات السلاح الموجودة في في أمريكا وأيضا ربما الحليف الدولي الكبير الذي يعطي الضوء الأخضر للنظام الإماراتي بهذه الحركة ويطمئنه ويعده بمزيد من المكاسب أما نحن كعرب فنحن خاسرون لا شك ومع ذلك فإن هذه المقوله التفسيريه للسلوك الاماراتي لا تكفي. ازاحه السعوديه وحدها يعني يعني هدف طموح ازاحه السعوديه هذه هذه مقوله لا تكفي. او انها غير واضحه. يعني اذا كانت دوافع الامارات هي ازاحه المملكه السعوديه عن عرش القياده في الخليج او حتى تفكيك السعوديه. يعني هناك من يتحدث عن انه الامارات ودول اخرى تفكر في تفكيك السعوديه اللي تصبح يعني قطع غيار لكل دوله مجاوره هذا هذه مقوله لا تكفي لتفسير الموقف الاماراتي فلماذا هذه الحرب الشرسه التي تشنها الامارات على الجماعات الاسلاميه المعتدله كجماعه الاخوان المسلمين مثلا ولماذا تحارب طموحات الشعوب العربيه في في التحرر أو ما علاقة هذا بمشروعها في إزاحة السعودية والحلول محلها إذا كان له علاقة؟ أظن أن الموضوع أكبر من السعودية أو أن السعودية هي جزء من المشروع الكبير إلى هذا الطموح يعني جزء من الطريق الطويل إلى طموح أكبر يقتضي أشياء كثيرة غير مفهومة. دعونا نبحث عن مقولة تفسيرية أشمل من الأولى. الأولى صحيحة دون شك لكنها ليست شاملة. وسنهتدي إلى مقولة تفسيرية شاملة لسلوك النظام الإماراتي إذا عرفنا حقيقتين، في ضوء حقيقتين يمكننا نفهم ما الذي تريده الإمارات. الحقيقة الأولى هي أن الإمارات تحارب مشاريع الديمقراطية أينما كانت في الشرق الأوسط والوطن العربي. وهذا أمر أصبح واضح، واضح وضوح الشمس. موقفها السلبي من النظام التركي هو احد الشواهد على حساسيه حكام الامارات تجاه الديمقراطيه نفسها. مع ان النظام التركي يعترف بالعلمانيه ويمارسها على مستوى الدوله. ايضا حربها الامارات على الثورات العربيه ودعم الثورات المضاده هو موقف واضح ومبدئي لانها ثورات تبشر بالديمقراطيه، هذه ثورات الربيع العربي مشكلتها انها كانت تبشر بالديمقراطيه. وزوال الانظمه العسكريه وموقف الامارات من هذه الثورات لانها تبشر بالديمقراطيه لانها جاءت يعني كانت كانت تعد بالديمقراطيه وليس لانها جاءت بالاسلاميين كما يتوهم البعض الاسلاميون كانوا رافعه من رافعات النظام الجديد فاذا ليس هدف الامارات هو ازاحه الاسلاميين فقط هدفها هو الديمقراطيه نفسها بدليل ان نظام الامارات يسعى جاهدا لاعاده الانظمه العسكريه السابقه نفسها. وسائل الاعلام تتحدث عن ما اسمته تفاصيل مثيره عن اتصال سري ل اتصال سري ل... للمخلوع صالح بواشنطن بتنسيق اماراتي اماراتي. هناك خبر نزل قبل ايام. وجاء في الخبر ان مصدرا يمنيا مقربا من الدائره الضيقه للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح قد كشف هذا المصدر عن تفاصيل اتصالات سريه غير معلنه بينه وبين امريكيين بتنسيق من دوله الامارات مصره انها ترجع علي عبد الله صالح ويضيف موقع عربي 21 القول واشار المصدر اليمني المقرب من جناح صالح بحزب المؤتمر الى ان الامارات تتهيا لطبخه سياسيه كبيره تسعى من خلالها إلى إعادة إنتاج نظام صالح من جديد وهي الخطة التي تعمل على تنفيذها بمباركة أمريكية طبعا لأنه صالح أيضا كان عميل ل... لأنظمة ولدول ولعصابات ولمافيات موجودة في على يعني ستكشفها الأيام لذلك أبقت أمريكا على خطوط التواصل مع علي صالح من خلال الامارات وامريكا ابقت على خطوط التواصل مع علي عبد الله صالح من خلال نجله الاكبر المقيم في ابو ظبي واركان نظامه المقيمين في السعوديه ومصر. اذا نحن امام نظام عربي يسعى لفرض الدكتاتوريات العسكريه الفاسده على شعوبها بقوه المال الذي لديه. وهذه هي الحقيقه الاولى. اما الحقيقه الثانيه فهي ان نظام الامارات يسعى بكل ما يملك لتصفيه القضيه الفلسطينيه تصفيه القضيه الفلسطينيه تصفيه نهائيه لصالح اسرائيل او وفقا للمنظور الاسرائيلي بما يؤدي الى الاعتراف الكامل بالكيان الصهيوني ودمجه في المنطقه والشواهد على هذه الحقيقه كثيره وان كان طبعا النظام في الامارات يحرص على سترها يكفي ان نعرف علاقه الامارات بعبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح هو كلمه السر كما قلنا في مشاريع المنطقه. عبد الفتاح السيسي الذي يعد اكثر الرؤساء المصريين قربا من اسرائيل وحبا لها وحربا على الفلسطينيين. كما ان سعي الامارات لتدمير حركه المقاومه الفلسطينيه حماس هو مظهر اخر لهذه الرغبه. وهناك كلام طويل عن استثمارات اسرائيل في دبي. وقد نشرت الصحف الاسرائيليه قبل سنوات قليله تقول ان حكومه ابو ظبي قد عرضت على الجانب الاسرائيلي ان تتحمل يعني حكومه ابو ظبي تتحمل تكاليف الحرب على غزه اذا قامت اسرائيل باباده حماس. يعني كذلك تستطيع أن نستشف ما وراء الستار في علاقة النظام الإماراتي بإسرائيل من رضا بعض المسؤولين الإسرائيليين عن نظام الإمارات هذا الرضا تستطيع أن تستشف في كلام بعض المسؤولين ومنهم وزير الدفاع الإسرائيلي أظن اسمه شمعون يعلون أو موشي يعلون لدينا فيديو يمكن أن آه يعني نستمع إلى كلام موشي يعلون الذي كان حذر جدا من التصريح بحقيقة الرضا عن هذه الدول حتى لا يحرج حلفائه إلا أن الأمر بدأ واضحا تماما المذيع يسأل وزير الدفاع الإسرائيلي أنت تقول إنه قد أصبح لديكم أصدقاء عرب وذكر الإمارات ودول أخرى فإلى أين ستقودنا هذه العلاقات الجديدة المذيع يسأل فكان رد وزير الدفاع الإماراتي وزير الدفاع الإسرائيلي واضحا للغاية قال إن حل مشكلة فلسطين لا يأتي من رام الله. يعني لا يأتي من عند الفلسطينيين بل من العواصم العربية، العواصم العربية هي اللي تفرض التسوية السياسية التي نريد. وطبعا الحديث عن العلاقة مع إسرائيل حديث يحتاج إلى تفصيل كثير لأنه في دول أو في أنظمة سياسية جاءت ورثت يعني ورثت علاقات الدولة مع إسرائيل يعني مثل النظام التركي. جاء والدولة التركية لديها علاقات ناجزة مع إسرائيل يعني هو لم يأتي لصناعة علاقات مع إسرائيل كما يقال وإنما هذه هذه تركة ورثها عن الحكومات اللي قبله على عكس الحالة في الإمارات الإمارات تسعى سعيا مش لإقامة علاقات لإنقاذ الكيان الصهيوني بكامله تعالوا نسمع إلى موشي يعلوم So We've got friends. We've got new friends. Saudi Arabia, the Emirates. So, tell me what that impact of that on the ground is. Uh, we can go back to the prime minister's speech here in the General Assembly recently. Right. When he was talking about the political horizon, he didn't talk about Abu Mazen in Ramallah. The way to political horizon in the region. is not in Ramallah but is going via some other capitals in the region to our mind. على ضوء الحقيقتين الماضيتين حقيقه ان الامارات تحارب بشراسه مشاريع الديمقراطيه في المنطقه وتسعى لتصفيه القضيه الفلسطينيه نهائيا بما يتفق مع الرؤيه الاسرائيليه ودمج اسرائيل في المنطقه على ضوء هذه الحقائق يمكننا ان نفهم سر الحرب التي تعلنها الامارات على الاخوان المسلمين باعتبار الاخوان هم حجر العثره العائق ربما العائق الاكبر في في الوطن العربي امام هذه المشاريع يعني الاخوان مهما قلنا فيهم يعني بالتاكيد يمكن ان يقال فيهم الكثير لكن الحقيقه ان التجارب اثبتت انهم اكثر فصيل مستعد لحمل مشروع الديمقراطيه لانهم عانوا كثيرا من الحكومات الاستبداديه وعانوا من من انظمه العسكر وثورات الربيع العربي كانت مثال على ذلك هم الذين أوصلوا مرسي أول ديمقراطية في مصر وهم الذين أوصلوا أول ديمقراطية في 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 تونس والعملية يعني واضحة يعني فمن الطبيعي أي نظام يكره الديمقراطية ويحب تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل لا بد ان يكره الاخوان المسلمين ولا بد ان يعاديهم وان يعمل على تصفيتهم. هذه حقيقه نقولها للتاريخ. رضي من رضي وسخط من سخط. وعلى ضوء هذا يمكننا استنباط مقوله تفسيريه اخرى لسلوكها الغريب في السنوات الاخيره، سلوك الامارات. يمكننا القول مثلا ان حكام الامارات يعملون ضمن مشروع واسع. مشروع يبحث عن حلول راديكاليه يعني جذريه. لمشكلات المنطقه لكن ليس بالمعنى الايجابي للاسف لو كانوا بيبحثوا عن حلول للمشكله بالمعنى الايجابي كنا كنا معاهم اعني ان نظام الامارات يسعى ليس فقط لتصفيه القضيه الفلسطينيه وفقا للرؤيه الاسرائيليه بل انه يسعى لما هو اخطر من ذلك وهو اجتثاث منابت الخلاف الحضاري مع الغرب نفسه يعني يريد ان يريد ان يحدث ثوره في البنيه الحضاريه في الوجدان العربي في منظومه القيم العربيه يسعى لاعاده بناء المنطقه العربيه على اسس عولميه تجاريه لا تقيم وزنا للخصوصيه القوميه والهويه الدينيه والحقوق التاريخيه لا, لا اعتبار لهذا كله وهذه الغاية إذا كانت فعلا قد عشعشت وباضت في رؤوس حكام الامارات فإنها تدل على السذاجة والسذاجة الرومانسية في, في في تفكيرهم لأنهم بهذا سيكونون أشبه بمن يعني يحرك بيت علشان يقلي بيضة. سذاجة من لم يدرس التاريخ ولا يعرف قوانين الاجتماع وعلم النفس. هذه الرؤية إذا صحت ستذهب بأموال الإمارات وبمقدراتها وتأتي بالخراب فقط. لا يمكن حل مشكلات المنطقة على طريقة أو عن طريق المزيد من من المظالم والكبت والقهر لهذه الشعوب. لو كان القهر والاستبداد واستخدام القوة حلًا لما كانت هناك مشاكل أصلًا. التاريخ كله كان تاريخ قهر وظلم. الاستثناء هو العدل مع ذلك استمرت الشعوب في ثوراتها نظام الإمارات يعتقد أنه إذا كهر شعوب, إذا شعوب المنطقة وأرضى حكامها المستبدين فلن يطاله الضرر يعتقد ذلك وما الذي يمكن أن تصنعه شعوب رازحة تحت بيادات العسكر الذين نتحالف معهم هكذا يقولون ماذا لو أن حفنا من المثقفين والسياسيين الشرفاء كرهونا وإيه يعني؟ هناك مئات غيرهم من هؤلاء المثقفين والسياسيين مئات من ذوي الميول الميول الشاذة وأصحاب الدفع المسبق يمكنهم أن ينظفوا صورتنا هنا وهناك ثم ما قيمة أن تكون صورتك مشرفة وموقفك الإخلاقي سليم إذا كان لديك مال يكفي المال يكفي المال يخليك يعني ملك الجمال ف ربما النظام في الامارات يحدث نفسه بهذه الطريقه وهذا طبعا يدل على اقل شيء يدل على عدم خبره بالحياه السياسيه على عدم خبره بالتاريخ بصعود الحضارات وسقوطها وغيره لو الجماعه هذول بيذاكروا بيقراوا تاريخ لكنهم مشغولين في الاسواق للاسف إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه